السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، كيف حالكم؟ إن شاء الله كاملين تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله يا رب العالمين. أخوات، اليوم غادي ندير لكم فيديو تاع النظافة، يعني كيفاش ننظفوا الإبر، خاطرش مين ما يخدموش بزاف يصدوا، ولا الماشينة من تكون مثلا في بلاصة هكذا كاش واحد يطيح عليها الماء ولا طيح عليها حاجة عصير مثلا، أي حاجة اللي ولا رطوبة ولا تصدي وحدها، يعني ماشي احنا ماشي لازم احنا نطيحوا عليها الماء، ولكن مثلا رطوبة من البيت. المهم كما قلت لكم المرة اللي فاتت، انا ياك هذه المرة شوفوا كيفاش ما غطيتهاش بواحد دغاعة هكا كيما هكا ابيض هكا، مالف نغطيهم كيما هكا، هذاك التان كيما هذا يجر الرطوبه من ما يخليش يفوت، ما يخليش الرطوبه تفوت للماشين. المهم انا هذه المره ما درتهاش، خليتهم غير هكذا في الكراج. المهم صدتهم مصدين الايبر مصدين. انا راني قلعتهم، يعني قلعت هذا الايبر، شوفوا كيفاش هذه، رجعوا نركبها معكم، هذه نوريها لكم كيفاش نركبوها. هذه راني نظفتها، صدتها مصديه منك، شوفوا هنا وهنا هنا، حكوها الى صبناها مصديه منها حكوها على هذا الكعب تاع الصنفر اللي صنفروا به اللوح هكذا. المهم ديروا هكا، بلعوا الابره، بلعوها ونفوتوها هكا 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 ولا هكا هكا، ترجع رطبه، تقلع انقلع ذاك الصدى تاعها ينقلع. التركاب الاخوات اللي هما مبتدئات مازالوا ما وريت لهمش ولا ما شافوش الفيديوهات، نحلوها نفتحوها الابره هكذا، نخلوها مفتوحه وندخلوها مفتوحه هكذا مثلا هكا، خلوها مفتوحه. بس عمين نجيو نخرجوها باش نبدلوها وهي مبلعه. هذو هما الاخوات، هذو هما هذا هو الاخر. شوفوا انا سديت بالست بزاف مصدين، شوفوا كيفاش، شوفوا هنايا، شوفوا هذا بزاف البار اللي صدتهم مصديين. ومين يكونوا مصديين يقبضوا الخيط ولا يطيحوا فاني الب يطيحوا فاني العيون، يعني يطيحوا العيون. بزاف الاخوات اللي عندهم مشكله هذه، مهم تيحوا كيما هكا، شوفوا ها شوفوا شحال يطيروا صدى. مهم هكذا بلعي هكذا خبت تشوي روحك هكا، بلعي البرا هكا، بلعي لها الخف تاعها ومن بعد فوتي هكذا. المهم حسي روحك خيمة تنحل هكا، بس هكا الجنب هذا والجنب هذا، من بعد ديريها هكذا في المازوت، ماشي في ليسانس الاخوات، هكذا زيدي عاودي لها مرة. شفتوا كيفاش تدخل في الجلد، تدخل في الجلد إذا كانت مثلا مفتوحة، حسوا روحكم منها. دخلي في صبعي، المهم كيما قلت لكم صعبة بزاف هكذا. إلا ستوها تسق مثلا هنايا، صيبوها هنا فين يصيبوها هذا يسق هكذا، شتوفو هذا خطرات من تكون مصدية تصيبوه يسق. المهم هانتوما قبضوا هكذا هكا، دوروه شوية هكا بصبعكم ولا بالمفتاح، دوروا هكذا هكا شويه هكا شويه، ومن بعد يحسوا الاخر لينوه كيما نقولوا هكذا، زيدوا فني هكا شويه في المازوت ويتلين الاخر يولي برخي. الا صدو مزير عرفوا بلي البراء، يعني بلي المشكله راه جايه منه. الدخل كيما قلت لكم الدخله سهله، الدخله تفتح هكا فتحيه ومن بعد شي بلاصتو. المهم انا راني شويه صبعي، شوفوا الاخوات، شوفوا كيف قلت لكم صعبين، شفتوا راني تبليسيت هذا هو الاخوات تاعهم، يعني سهله. شوف هذه راه مليحه، وإلا كان عندكم يعني نقيين الباري نقيين في الوسط مصديين في الوسط،
وما يبغوش يعني كاين لي بزاف ما يبغوش نقولوا يتحلوا نقولوا صعبين ملخر بزاف صداع تحكم فيهم بزاف. رجعيهم في الاخر الماشينه يعني على اليسار، رجعيهم على اليسار ولا رجعيهم على الجهه اليمنى ورجعي هذوك الاخرين في بلايصهم. ويلا ستي مثلا تيسرك الامر يعني انت تجبي تشري تبدليهم كاع جداد يعني احسن تبدليهم كاع جداد. هذه المشاكل هذو العيون من اللي يطيحوا ولا مثلا ما يبغوش يخدموا، ماشي ما يبغوش يخدموا، يقبضوا الخيط، يقبضوا الخيط على الجنب هذا، يقبضوا الخيط على جنب على جنب اليسار مثلا. تبين تخرج الشغل تاعك تبيه معمر خيط خيوط، هادو هنا يكون مصديه، هنا هنا يكون مصديه في المكان هذا شفتو هنا. ثم خرجوا هذيك البرا الاخيره وشرو هذا الكعط هذا تاع التصنفير هذا، كاتبو عن مول الحطب، مول اللي يبيع المبلغ ولا المهم تاع اللوازم تاع البني هكذا. هنايا رطبوا هذا البلاك، رطبوا هذا المكان هذا، سهلين يعني في التصنيع تاعهم ولكن غير بشويه عليكم يعني ما ديروش كيما انايا من درت انا كنت نقول لكم ولكن صرات لي. المهم هذا هو اللي يقبض 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 يدخل في الجلد. شوفوا انا تخلي في الجلد هنا تخلي هنا. المهم بعد نسواني انا باش نظفتهم اخوات، نظفتهم بالمازوت كما قلت لكم. الا بغيتوا ديرهم يباتوا في المازوت من الليل مثلا، في الليل قلعيهم كاع داك المصديين قلعيهم. شوفوا هادو، شوفوا هذه شحال مصديه، شوفوا هذه مصديه وملخره وثقيله شتو. هذه هي اللي ما تخليش مثلا طيح العين، ما تبلعش على العين طيحها ولا فاني دير مشكله واحده اخرى، تراكم العيون، تراكم ما تبلعش على الاخرى تراكم لك العيون يعني ما تخليش تراكم الصوف، ما تخليش الصوف تفوت. هكذا غير بشويه ولا تسيبو عند هذوك الصناعه يعني كاين الناس اللي يصنعوا هاد الماشين وكلشي، دوه عند مول دوه من نظفهم مول الماشين حسن الا كان خفتو يعني لا يشوكم ولا، وإلا كان ديروا بالسياسه المهم ديروا بالعقل. هاك شوف هذه المهم، هذه البره هذه ركبها في الطرف، ركبها في الطرف ما ركبهاش في الوسط، هذه دير مشكله. هنا ديرهم في المازوت وتبقاي تختاري اللي تبيها خفيفه. شوفوا هذه راسها راسها راه مصدي، راسها راه مصدي، نبلعها كما قلت لكم نبلعها بصح، نديرها هكا من البعد نديرها كنحطها. دير بشويه نمشي انا صاي خوفتني دروك هكذا. سيبيها رطبه ديري عاودي هنايا في المازوت بعد مسحيها مسحيها ولا ما تمسحيهاش المهم المازوت ما يضرهاش ورجعيها كيما كانت. بعد ما تكمليهم مسحيهم كاع شويه هكا تفوتي عليهم بالشيفونه يعني شيفونه كيما هذا هكا رطب تاع دره، فوتي كاع الماشينه كامله ودير لها شويه زيت، عفوا دير لها شويه زيت. بات يعني ترخف ترخف. وال الاخوات سقساو فني يعني قالك يعني الشاريو يسق، الشاريو يسق غير من الصوف يعني شوفي الصوف النهار اللي تبداي في البدايه تاعك ولا البدايه جديده بداي بالصوف رقيقه، ما ديريش لليضه باش هكذاك تخدم لك بسهوله يعني. تعلمي هو الاول خاطرش غادي تكرهي منها، كنت تولي تلصق لك كل خطره الصوف كل خطره الصوف غادي تكرهي منها. انايا درت لي هكا في الاول، درت لي هكا في الاول حتى قريب وانا قصتها هذه الماشينه باصابك. شوف فيها درك هي راهي كاع احسن وحده عندي، ولكن في الاول كانت كتلتني باللقمه كيما نقولوا هبلتني. المهم الاول بداو بالصوف صوف رقيقه باش تعلموا. شوفوا هذه كي ولات، شوفوا هذه الماشينه شريتها نقيه نهار اللي شريتها، وهذا العام دارت كيما هكا.
وهذا اللي تسيبوه داير كيما هاك. ديرو في الطرف، ديرو في الطرف تاع الماشينه، يعني في الطرف خاطر ما نوصلوش بزاف للطرف. اللي تسيبوه نقي ديروه من في الوسط. هذا الاخر انا اشريه من عند صحاب اللوازم تاع شريه من عند صحاب اللي يبيعوا اللوح وداو هذاك. طبقي هكا على اثنين هكذا حسي روحك، يعني هذا ال باش شوي روحك هكا. شوفوا الصدى كاع يروح ما يبقاش. المهم الا لقيتي حل واحد اخر يعني ديريه في نقي يعني في بحل واحد اخر، ما ديريش هكا بيدك لخاطرش تقدري تشوي روحك مثلا هكذا. تسيبيهم هكا رطبه، شوفي ولات رطبه رجعيها ديريها في الوسط. اللي تبيها في صنعت ودارت في الاخر يعني ديريها في الوسط. اللي تصيبيها صيبيها مأخرة بزاف، ما ديريهاش في الوسط، ديريها في الجنب. صغيرة حك، المهم شوفي كيفاش الا صدي حل واحد اخر احسن من هذا ديري، ولكن بهذا تاع التصنفير هذا. المشكلة تاع البواري هذا، شوفوا الاخوات هذا هو هذا ما يوليش يتبلع، من يصدي ما يوليش يتبلع الخيط من يفوت عليه، يولي يرفد تولي يبقى هكا مفتوح. بعدين كي تخدميه ويبقى مفتوح، شوفي يبقى مفتوح، يتزير من التحت ويبقى مفتوح. شوفوا كي يتزير، شوفوا من الماشينه ما تجروش ما تلخروش، ما يترفدش ما يترفدلهاش، يفوت ويرفد ويولي يرفد في العيون، يرفد خمسة يرفد ربعة، وهنا يحصل الشغل يعني ما يبغيش يفوت. نتوما كديروا هكا شويه وهكا شويه. انا فاني راني المهم راني نخرب بيدي، ولكن نتوما ديروا بمفتاح ولا بحاجه، ديروا هكا ومن بعد لينوه هكذا مع ليسانس، ومن بعد لينوه هكذا. من تلينوه يولي يطلع هكذا، يولي يرجع المكان تاعو هكذا. هذا هو المهم كمان بهذا اللي سيبه هو لاصق يسق شويه هكذا، لا بغات حتى ما يولي الاخر، ولكن نديروه في الطرف. الاول الباري مين تبغوا تقلعوهم، مين تبغوا تقلعوهم يعني من المكان تاعهم، قلعوا الحديد هذاك اللي جاي هكا على الطرف، هنايا جاي تحت هذه الاخرى جاي تحت هذه. المهم قلعوه بالاخرى، قلعوه هو البريء والبراء مبلع، قلعوه البراء مبلع هكذا، قلعوه هو الاول حطوه في الارض وبلعوه البراء وقلعوه، خاطر شكون ديروها مفتوحه يكسر لكم الرسول. كاين واحد الرسول هنا تحت فايت هنا تحت الماشينه تحت هذا الباخ هنايا، كاين واحد الرسول باش يشد هذا، باش يشد البري باش يشدهم ما يهودوش. اللي تسيب عندها الاخت اللي تشي ماشينه وتسيب هذا الباري يطيحوا غير وحدهم هكا يهودوا الرسول، راه خاسر ولا مكسر. المهم هذا هو المشكل الزواج. هذا هو غير واحد من يشري تشري اخت تشري ماشينه، هذا شوف هذه راهي مليحه، شوف يولي هود هذاك يولي الاخر هكا يولي يخدم وحده، هذا زعما ما يسق ما حتىش. المهم مين تبغوا تشرو الماشين، شوفوا غير الباري، شوفوا غير الباري كيفاش دايرين هذا، شوفوا مليح عينين. المهم هذا الملاح كاع نديرهم في الوسط خاطرش ما نروحوش حتى هذوك الاخرين، هذوك المصديين نديروهم في الطرف، خاطرش ما نوصلوش حتى للطرف، قليل وين نوصلوا للطرف. ديري في هادو مثلا هكا، هذا اللي تات هادو
سيبان اخرى منا غير بشويه هكذا يعني ساعفي بشويه تولي ما يكونش عندهم لي بياس. شوفوا هذه شوفوا كيفاش هذا ماش مصدي. يقول لك الاخت تقول لك انا ماشي تي باش مصديه بصح ماش ما خدمتش. شوف شوف هذا ماش مصدي شوفوا يسق. شوف ديري هكا يسق هو انا ماما ما يسقش المهم انت تصيبيه هكا يسق. ديري هكا شويه وهكا شويه غير هكا باش يولي يطلع هكا شوف يولي خفيف باه يولي مي هذيك اللي ما تاع الماشينه هذيك اللي تسق واحد الماشينه عندها في الشريوات عندها واحد الاخرى هكا تلصق هذيك اللصقه هذيك اللي تجر الحديد هذيك هي اللي تجر الباري. والمهم الاخوات البرا الماشينه البراني صحيح راني نقول غير الحاجه اللي جات. المهم من تبغوا تدسوا الماشينه وتكملوا بها تكملوا التريكو بها غطوها خاطرش تتملى تتملى غبار وهذاك الغبار يولي كيما كيما الرمله لداخل وهو اللي يولي يشد الباري ما يخليهمش يطلعوا. كاين مثلا الاخت تقول لك انا ما بغاتش الماشينات الباري راهم يهودوا ما تقبض ما تقبض العيون. المهم تجي من هذا المشاكل هذا شوفوا تحصلوا روحكم غير هكا اخوات تحصلوا روحكم غير من هذه لخاطرش هذا يدخل في اليد انا تخلي في يدي قدامكم يعني هكا غير بالعقل. المهم الى هذا الفيديو عجبكم خاطر غندير لكم واحد اخر تاع الغرز غرز تاع الشتاء ولا غرز واحد اخرين. المهم مازال الغرز اللي ما درناهمش مع بعض. الاخوات يسقسوني على اخت من الاخوات سقساتني على المانطو الدائري. المانطو الدائري الحقيقه انا مازلت ما درتوش ندير غير هذاك تاع اللي رايحين دغوا بصح الدائري ما درتوش. جيب هذيك الجيبه كاينه دخلوا عند اخوات كاين الاخوات داروهم يعني في اليوت على اليوتيوب تصيبوا الاخوات داروهم ولكن انا ما درتش هذاك الدائري على سيرتو على الباساب ما درتش عليها صالح لي من الاخرين كيما هذاك البوني اللي درناه واحد الخطره معاكم يعني من ظفور هاك جاي كلني من ظفور ما نجمتش نديرو على الباساب لخاطرش يجي يتعب بزاف باش ترجعي راولوتو من بعد ترجعي تعاودي من بعد الاخر يجي شويه واعر يعني ما يجيش كيما الماشينات على البرودر. ان شاء الله ندير معاكم فيديو بصح غير تاع الغرز ان شاء الله. بصح المانطو الا كان بغيتي تخدمي هكا مانطو غير هكذاك يعني ديري الغرزه اللي بغيتي تخدميها ديري شانتيون هو الاول ديري شانتيون هو الاول ديري الكونتر تاعك يدور ديري شانتيون مثلا فيها 40 عين ولا 50 سطر ولا 40 ولا 50 سطر ولا 60 سطر 50 سطر المهم ديري 50 سطر قد ما تقيسي وقيسي على البنت ولا المراه اللي تبغي تخدمي لها قيسي شحال فيها من شحال بغات دير من سنتيمتر. هذاك الشانتيون هو اللي يعطيك العبار تاع المراه غدوه من ذاك من يبرد تقيسي لخاطرش كل غرزه وترفد ترفد ترفد شحال ترفد صوف كاينه اللي تعطي الطول وكاين اللي ما تعطيش الطول وكاين اللي تعطي العرض وكاين اللي ما تعطيش العرض. المهم حنا نديرو بالسنتيمتر اخوات هذه هي العبر ما تنجميش تقولي لها عطيني تسيبي وحده دايره تقول لها عطيني العبر لا عبري على روحك ولا عبري على بنتك ديري الشانتي هو الاول خاطرش الغرزه كاينه ديري فيها مثلا 50 سطر وواحده اخرى ثاني ديري فيها 50 سطر وحده تجي قصيره وحده تجي طويله. هذا هو باش نفهمكم الاخوات كيفاش يخدموا يعني الناس اللي يخدموا كيما يخدموا صحاب لوزين ويخدموا صحاب الاخر يخدموا كيما هكا الطريقه. هذه هي ان شاء الله والنظافه تاع الماشينه هذه هي الغدوه شهي الحاجه بغيت نسقسي نقول لكم عليها. الماشينه هذه ما تنقوهاش مثلا بالليلانجات هذا تاع الاخر ما تنقوهاش بالليلانجات لخاطرش الليلانجات فيهم الماء نقوها غير هكذاك هكذا معليش. المهم غير غطوها وتبقى مليحه غير غطوها ما تلخروهاش غير غطوها والبروسه بالبروسه تحت نشو الاخرى بالبروسه تحت نشو هكا بالبروسه
وخلاص اخوات ان شاء الله تكونوا كاملين بخير، وربي سبحانه وتعالى الى اخرنا كاملين. البوسوارات، بوسوارات البوسوارات كيف كيف هذو فاني كل على مره على مره فاني يعني تخدمي بهم طلعيهم وتخدمي بهم كل مره هكذا طلعيهم في وسط الايام نقولوا لا ما تخدميش هكذا غير طلعيهم لخاطرش يسقوا يسقوا من الزيت، والماشينه من تبقى تخدم مثلا تبقى لاصقه في مكانها كل خضره هكا تروح ديري بها دوره ولا زوج هكذا احسن من ديك اللي تبقى دستها ما تخدميش بها، واللي هي عندها الكرتون تاعها مثلا دسه الكرتون احسن دير عليها شيفونه كيما هكذا كيما قلت لكم وديرها في الكرتون تاعها هكذا باش تبقى لها ما تدي لها ما تلخرلهاش الميديتي ما والو. المهم هذا هو اليوم الفيديو تاع اليوم، وان شاء الله نديرو بزاف كاين مازال بزاف يعني الغرز مازالوا بزاف الغرز مازالوا بزاف يعني كما قلت لكم ما عندهاش كمال هذا الماشينه هذه. بالنسبه للبرودر الاخوات تصوني عليها تاع بغاو شي بغاو يخدموا على دوبل فاس، وانايا الماشينه تاع البرودر تاعي ما عندهاش دوبل فاس الحقيقه عندها غير دوبل واحد واحد فاس واحد مت طلب تاعكم ما نجيبش نلبيه لكم اخوات تاع البرودر صحاب البرودر، ولكن صحاب التويوتا ان شاء الله هو صحاب ان بيزال ان شاء الله نديروا عليها. هذه هي اخوات بارك الله فيكم السنجار. بون واحد الطفل واحد المراه سخسات تاع السنجار وشافت واحد الغرزه راني خدمتها في الغوز قالت باللي الا كان محسوب الباري يكونوا فصفاص ولا ما يكونوش فصفاص، لا الباري ما يكونوش فصفاص خاطرش كاين الغرز اللي نديرو عليهم فصفاص وكاين اللي المهم الغرزه اللي درتها ما هيش فصفاص. شوفوا الاخوات البرامج من تكون مليحه شوفوا من تكون يعني قيه قيه وماهيش عندها المشكل شوفوا ماهيش كاع ما فيهش المشكل شوفوا بالخفيه يتبلع هذا من يولي يتبلع ونحل هكا بخفيه الماشينه ما يكونش عندها كاع المشاكل. المهم اخواتي ان شاء الله نخليكم على خير بينتو ان شاء الله في فيديو واحد اخر ونكون قريبه معكم ان شاء الله كل مره. بارك الله في الاخوات المهم تهلاو في هذا الماشين غير ما تمسحوهمش بالماء يعني ني شيفونه مشمخه ني كتانه مشمخه ني والو يعني غير كيما قلت لكم بالكتانه هكذا يا ناشفه وديروا فيها شويه زيت هكذا قطاير هكا تاع زيت فوتوا هكذا يعني ديري هكذا هك هذا النظافه حتى هي تنظف لك الصدى شوفوا ديروا كتانه هكذا وطوروا كبروها هكذا خير ما تدخلوا في الاخرين في صبعكم وهكذا تسمعها شوفوا مسخة هذا كاع صدى يعني المهم ابي انتو